في المقدمة بتاعت الحلقة دي لو فاتتك ذكرتك أنا فيديو عملته يوم 14 أكتوبر بعد 7 أكتوبر عملية الأقصى، إنهم هيجوا عليك وقت يقولوا لك إنك أنت دول الإنسانية ونستقبل الإخوة الفلسطينيين وهنوديهم فين، نرميهم في الشارع. وقد كان، وطلع وزير الخارجية المصري وقال لك إذا دعت الإنسانية سنقبل بالأمر الواقع. يعني أنا توقعت ده من 6 شهور. بعد كده قلت لك صندوق النقد الدولي قال مصر لازم تبقى ميزانية موحدة، مفيش حاجة اسمها صناديق خاصة وجيوب كده تروح فيها الفلوس، كل فلوس الدولة تطلع. وقلت لك الكلام ده على لسان الدكتور محمود وهبة من 1.5 سنة. النهاردة صندوق النقد ووزير المالية بيطلع يقول لك لا رفضنا الشرط ده، صندوق النقد طلب ان احنا نعمل ميزانية موحدة لكننا رفضنا الشرط ده. ادي لك بقى الفيديو الثالث لبرنامج مصر النهارده. وزي ما قلت لك مش عبقريه خالص، هو اللي مربي قرد عارفه وعارف بقى سلوكياته. فكره انك تواصل الكذب باستمرار تحت رايه وحجه ان الشعب هو اللي عايز والشعب هو اللي اختار بقت في كل حاجه في مصر. اخرها بقى ليله تعيين حسام حسن. حسام حسن كابتن منتخب، كابتن الاهلي، كابتن الزمالك، كابتن منتخب مصر. الليله دي شفنا عماد متعب نائب رئيس رابطه الانديه المحترفه بيقول لك الشعب هو اللي اجمع على حسام حسن. اهو حلو الكلام. طب انا فين من الموضوع ده؟ ما انا جاي لك يا عم، طول بالك شويه، اشرب رايق. عمك حسام حسن طلع الحقيقه كان في قبلها مسؤول في اتحاد الكرة من اسبوع قاعد يقول لك الاتحاد هو اللي اختار، وكان موجود وزير الشباب. اتفضل اسمع. الكلام المعلومه اللي عندي انا بقول لك وفقا لمعلوماتي، اللي اختار كابتن حسام حسن هو الاتحاد، ولكن وجود دكتور اشرف صبحي في القعده ده امر حصل مع كل المدربين اللي قبل كده، اتقعد مع كابتن ايهاب جلال بعد ما يتم اختياره والتصديق عليه نروح نسلم على الوزير، مش نروح نسلم على الوزير الاول. ان اختيار كابتن حسام من امبارح، كابتن حسام حسن اختياره تم من امبارح، واحنا كادارات في اتحاد الكوره مبلغين ان كابتن حسام هو عشان نبتدي نشتغل ونشوف شغلنا، ان كابتن حسام هو المدير الفني. يفهموك انك انت في دولة. في ظل كل السيناريوهات اللي كانت اللي بنسمعها دي، افكرك بقى بالفيديو الثالث لبرنامج مصر النهاردة. شوف في حلقة واحدة 3 توقعات عملها برنامج مصر النهاردة بقبل بكتير. فيديو من 1.5 سنة لمحمود وهبة بيقول لازم تبقى في ميزانية موحدة. النهاردة صندوق النقد بيقول لهم لازم تبقى في ميزانية موحدة. فيديو من شهر اكتوبر اللي فات بيقولك هيقولك احنا انسانية نستقبل ونحطهم حتة ارض ومش هيبقوا كذا. حصل. الفيديو الثالث بقى في حلقة النهاردة هو فيديو تعيين حسام حسن. الحلقة دي كانت يوم 6 فبراير. قلتلكوا انا هنا ان قرار تعيين حسام حسن قرار سياسي. افكرك بالفيديو ده. هو بص، هو اتحاد الكرة ما بين مأزق شقاي راحة، انه معهوش فلوس فبالتالي مش هيجيب مدرب اجنبي يديله بالدولار وباليورو، فيجيب واحد مصري ويديله بالالاف الجنيهات وخلاص، اه ورق بالطبع. الشق الثاني انه بعد فضيحه الامم الافريقيه الاتحاد عايز يهدي الجمهور، فنجيب واحد متفقين عليه الجمهور. انا اقول لك بقى، انا عندي ظن، احساس مجرد احساس، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، مش معلومه يعني، انه حسام حسن ده امر سيادي، قرار سياسي. معرفش ليه حاسس شامم الريحه، حاسس ان السيسي دخل في الموضوع، خاصه ان السيسي كان سبب تدريب حسام البدري لمنتخب مصر قبل كيروش. مش كان بيدربنا حسام البدري؟ اللي كان السبب فيه كان السيسي. دي كانت حلقه 6 فبراير. قلت لك ظن، انا ما عنديش معلومه. لحد ما خرج حسام حسن نفسه يؤكد اللي انا قلته ويقول، اسمع بقى مين اللي كلف حسام حسن بتدريب منتخب مصر. اسمع. شرفني اكتر، اللي كنت اتمناه في يوم من الايام ان انا اكون مدير فني لمنتخب مصر، اني اكون بتكليف من الشعب المصري والقياده السياسيه اللي موجوده في مصر. كنت اتمنى في يوم من الايام اني
ابقى احصل على وجودي في تدريب منتخب مصر عن طريق تكليف مهم جدا من اهم عناصر الدوله وهي الشعب المصري والقياده السياسيه، وطبعا باراده اتحاد الكره. الحمد لله. اللي كان ظن عندي اكده الكابتن حسام حسن انه تم تكليفه من القياده السياسيه. بقول لك يا بيه، دي مش سحر، ده تالت فيديو لبرنامج مصر النهارده في حلقه واحده. اللهم لك الحمد. انا قلت لك ظني، هي الريحه، هي الريحه يا كريمه، ودي جمله محمود عبد العزيز في فيلم الشقه من حق الزوجه. هي الريحه، ومش عبقريه، ومش بقى جو وشعوذه، لا خالص. قلت لك ظن مش معلومه، ان اللي ورا ترشيح حسام حسن ده قرار من السيسي. ما هو قاعد فاضي، حتى المدام بطلت تطبخ ما شاء الله دلوقتي. قلت لك، انا مش قايل لك؟ الناس قاعد، الراجل قاعد يقول لهم هاتوا حسام حسن. الكلام ده يحصل في دوله بيحكمها امير، او بيحصل في دوله بيحكمها ملك يملك ويحكم، لكن ما يحصلش في دوله جمهوريه ابدا ان يجي مدرب فاشل. وانا بقولها لكم اهو، حسام حسن مدرب فاشل. مش بشتمه على فكره خالص نهائي، انما السي في بتاعه بيقول كده، مدرب فاشل. هات لي، شاور لي على مركز محترم مع فريق حصل عليه حسام حسن. لا شيء، لا شيء، مع انه درب فرق كبيره يعني، انما لا شيء. ده مدرب بتاع مشاكل، وعمل كثير من الفضايح. انا بقول لك الحقيقه يعني، حسام قال التصريح ده تحت ضغط التشكيك في نجاحه. ومن بعد التصريح ده الدنيا بدأت تتغير يا معلم. بقى مش قلت لك الدراهم مراهم بتخلي للعويل مقدار، وبعد ما كان اسمه بكير بقى اسمه الحاج بكار. الدنيا اتقلبت النح 180 درجة، لدرجة ان حسام لو طلب لبن العصفورة هيجيله العصفورة واللبن. انا معرفش العصفورة ولا العصفورة عندها لبن، بس هو مثل يعني، عن مبالغة يعني. حسام حسن طالب أي طلب لحسام مستجاب، لأنه خلاص قال لك القيادة السياسية اللي رشحتني، أنا جاي يا كلاب بترشيح من السيسي ذات نفس شخصيته، هو اللي قال لي يا حسام بيه روح درب المنتخب، ونفات الهوى وندهلك، روح على مهلك، روح على مهلك، لدرجة طالب بوقف الدوري. أهو مدرب دون ألقاب، ده قبل، ده قبل مدرب دون ألقاب 41 بطولة في مشوار حسام حسن مع كرة القدم بدون أي ألقاب خالص، ملط في التدريب مش كلاعب، هو كلاعب جيد جدا، لدرجة إن هو يطلب وقف الدوري على طول. رابطة الأندية تعلن إيقاف الدوري 12 مارس وحتى 27 تلبية لرغبات حسام حسن على طول يا بيه. خلاص، كان الاول المدرب اللي يجي يقول لك وانا في الدوري الانديه تطلع تنسي اللحم اللي جابوه، وتسمع بقى اعتراضات من مجالس الارضيات الانديه، احنا كده، طب كده هتبوظوا المسابقه، طب كده هنأخر، ولما الدوري يتأخر هنأخر على المسابقات التانيه بتاعت مثلا بطوله افريقيا لا مفيش. كل لازم يسمع الكلام كله، الراجل جاي من تكليف من فوق من القياده السياسيه. بس يسيبك، هو الشعب اللي جابه عشان لما يفشل نبعد عن الفشل على القيادة السياسية. يعني ايه؟ ساعة ما يفشل حسام نقول الشعب اللي قال، اتحاد الكرة اللي جابه، نلبسها لأي حد. اتحاد الكرة اللي كالعادة فشل ورضخ ودفع فلوس المدرب الأجنبي، ومحدش يقول لنا الفلوس اللي بتدفع دي بسبب الفشل مين اللي هيتحملها. اتحاد الكرة فيتوريا رفض أي تنازل في مفاوضات الشرط الجزائي، لأن فيتوريا مش لاقي حد يدربه خالص، دفعوا له مبلغ خرافي يعني. وبجملة الفشل كمان في اتحاد الكرة، تعيين مدرب فني لاتحاد الكرة ما عندوش مؤهلات، زي بيقول لاعب السابق أحمد حسام ميدو العب كده، لا هات لي نبيل، هات لي نبيل، لا مش ده مش ده. تعيين علاء نبيل مديرا فنيا لاتحاد الكرة مخالف لقوانين الاتحاد الدولي، الرجل لا يمتلك الدراسات المطلوبة لهذا المنصب، فضيحة جديدة لاتحاد الكرة القدم المصري. أرجوك، أرجو من معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي التدخل فورا، ما يحدث لا يليق باسم مصر. بس هو حسام عايز،
حسام حسن عايز علاء نبيل يجي علاء نبيل. في النهاية للأسف هتقول لي أنت أو أنت مالكيش في الكورة ومش متابعة كورة، المسائل ما بتحسبش بالطريقة دي خالص، ده بيتاخد عينة قياس، هكذا تدار مصر كلها. مين اللي قالك أن كامل الوزير يفهم في المواصلات؟ بس بقى وزير. مين اللي قالك أن مصطفى مدبولي ينفع يكون رئيس وزراء؟ بس بقى وزير رئيس وزراء. مين اللي قالك أي قيادي في الدولة يصلح للمكان اللي هو فيه؟ نبعد بعيد شوية، مين اللي قالك أن السيسي يصلح لقيادة مصر؟ حسام حسن هو نفس العينة بالظبط، فسواء ما كانش ليك في الكورة فهي قياس ينفع لكل حاجة. مين اللي قالك أن رئيس الجامعة ده ينفع يكون رئيس جامعة؟ مفيش حد، هي قياس السياسية. مين اللي قالك أن الشيخ اللي بيطلع على التلفزيون ده مفروض هو اللي يطلع يتكلم على التلفزيون؟ مفيش حد، هي زي كده.